لم تفارقه حتى في غرفة نومه. فسيدة أردنية توجهت إلى إحدى المحاكم في العاصمة عمان لطلب الانفصال عن زوجها بسبب تواجد الفنانة اللبنانية مريم فارس معهما في غرفة النوم بشكل دائم. فما القصة؟ ربما تثير الفنانة اللبنانية مريم فارس بملابسها الجدل في العديد من الحفلات التي تنظمها في جميع أنحاء الوطن العربي، سواء في بلادها الأم أو في الخليج، لكن أن يجعلها شخص أردني من بين جمهورها المنتشر عبر معظم دول العالم حاضرة في غرفة نومه مع زوجته كل يوم وليلة، أمر بطبيعة الحال غير متوقع بالمرة. جعل الزوجة التي لم تجد حلاً لما يفعله زوجها من نشر صور الفنانة اللبنانية في كل ركن من أركان غرفة النوم تتقدم بشكوى شقاق ونزاع بإحدى محاكم العاصمة عمان للانفصال عن زوجها. سنوات عاشتها الفتاة الأردنية في حب الرجل الذي سيصبح بعد عدة أشهر زوجها، فكان يزورها في منزل أهلها بين الحين والآخر، فهذا العريس لم يكن يستطيع أن يبتعد لمدة طويلة عن الفتاة التي يحبها لمدة سنوات عديدة. ومع مرور الوقت اتفق أهل العريس والعروس على تفاصيل الزواج، وبات حفل الزفاف قريباً من الحدوث ليصل الطرفان إلى القاعة المهيبة لإقامة حفل زفاف العروسين، بداية لحياة سعيدة بعد عقد حفل الزفاف شهدها العروسين من العام الأول والثاني وربما الثالث. لكن مع هوس العريس بالفنانات بدأت الأزمة بينه وبين زوجته تدب في أجواء العش السعيد الذي يعيش به الزوجان. فمنذ العام الرابع وبدأ هوس الزوج بالفنانات، خاصة الفنانة اللبنانية مريم فارس، يظهر عبر هاتفه. فكلما أمسكت الزوجة بهاتفه وجدت صور مريم تملأه، فتفر من هذا الهاتف الذي ربما سيتسبب في مشكلة كبرى بينهما. لكنها حينما تذهب إلى الغرفة التي يخلد فيها إلى النوم بعد يوم طويل من العمل، تجد صور الفنانة اللبنانية في كل جنباتها. الزوجة ملت من هذه الحياة الزوجية التي يشارك زوجها فيها مريم فارس بكل أجزائها، فإذا بها تشتكي له بأن ما يحدث لن يفرز إلا تضييق كبير بينهما، لكنه لم يبالي. لم تجد الزوجة بد إلا بالخلاص من هذه الأزمة من خلال اللجوء إلى القضاء، وعليه ذهبت إلى إحدى المحاكم في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان لتشتكي زوجها إلى القاضي الذي سينقذها من هذه الأزمة. فانبرت تشرح معاناتها مما يفعله الزوج الذي أصبحت الفنانة اللبنانية أولوية في حياته بدل زوجته حتى في غرفة النوم. تملأ صورها جدرانها مما جعل الكيل يطفح، وتطالب بالانفصال عنه بسبب عدم استطاعتها للعيش معه. فبرأيكم، هل كان هذا الموقف كفيلاً بأن ينهي حياة زوجية بين زوجين؟ أم أنه كان على الزوجة تحمل أفعال زوجها؟